وتنضم إلينا من عمان رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. أهلا بك سيدة رولا، بداية هل لك أن تصف لنا حجم النقص الحالي في التمويل الخاص بمفوضية اللاجئين، وكيف يمكن أن ينعكس هذا النقص على استمرار تقديم الخدمات للسوريين؟ طبعا سينعكس بشكل سلبي وسلبي جدا. يجب أن نتذكر أن هناك احتياجات لهؤلاء اللاجئين، وعلى مدى السنوات الماضية طبعا كان هناك الكثير من الدعم، حوالي 13 بليون دولار قدمت إلى لمساعدة اللاجئين والدول المضيفة، ولكن هذا غير كافي. يعني الحاجة هي إلى مزيد من الكرم لتحمل عبء تلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين. علينا أن نتذكر نحن لا نتحدث فقط عن دعم اللاجئين، ولكن نتحدث أيضا عن دعم الدول المضيفة لهم. فالمطلوب الآن لجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال حوالي 5.6 بليون. حتى الآن ونحن تقريبا في نصف العام لم يصل التمويل إلى أكثر من 30، وهناك في دول مثل العراق مثل الأردن ولبنان، والتي هي الدول التي نسبة اللاجئين فيها إلى عدد السكان من أكثر. الأعلى في العالم. نعم. التمويل لا يتجاوز 12% أو 21%. ماذا يعني هذا؟ يعني أن اللاجئين وخاصة الأكثر ضعفا والأكثر حاجة ستنقطع عنهم هذه المساعدات، ونحن في كل يوم نجد أنفسنا في موقف صعب. طيب عليك أن تختاري بين مساعدة لاجئ. هذا أمر خطير. طيب سيدة رولا، يعني ما أسباب عدم التزام هذه الدول التي قطعت تعهدا في بروكسل بأن تقدم أزيد من 4 مليارات دولار؟ ما أسباب تأخيرها؟ يعني نحن نحاول ونسعى ونحاول الإقناع بأن التعهدات يجب أن تترجم إلى تبرعات. هذه خطوة أولى. ثانيا، نحن ندرك أن هناك أزمات كثيرة في العالم، في أماكن أخرى، في الروهينجا، في جنوب السودان، في أماكن أخرى، ولكن يجب أن نتذكر أن هناك أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، ونحن نساعد حوالي 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى الخمسة، يعني من ضمنهم الخمسة مليون سوري، ولكن أيضا أعضاء الدول المضيفة. يجب أن نقر بأن المنطقة هنا التي تحتضن اللاجئين السوريين تمر أيضا بصعوبات اقتصادية، وهناك تحديات اقتصادية، وعلينا مساعدتهم ليتمكنوا من تحمل أعباء وجود اللاجئين في هذه البلاد، حتى لا يكون هناك ضغط على اللاجئين السوريين لأن يأخذوا قرارات نحن نسميها قرارات فيها مجازفة وفيها خطر على حياتهم وحمايتهم، سواء كانت بالعودة الغير آمنة حتى الآن إلى سوريا، أو بالمحاولة إلى الوصول إلى أوروبا بطرق غير مشروعة. طيب سيدة رولا، تحدثت على أن هذه الدول لابد أن تفي بتعهداتها، ولكن في حال ما تأخرت أكثر من ذلك، هل بدأت مفوضية الأمم المتحدة بالبحث ربما عن بدائل من أجل الحد من هذا النقص، ومن أجل أيضا استمرار الخدمات؟ يعني هي مشكلة، أي من أين البدائل؟ الدول الغنية نحن نتمنى عليها أن تفي بتعهداتها وأن تترجم هذه التعهدات إلى تبرعات. لا يوجد بدائل. البدائل هي أن هذه الدول يجب أن تتقاسم المسؤولية لما يحدث في سوريا. يعني الأمين العام للأمم المتحدة استخدم رقم هذا وقال هناك أكثر من 1.7 تريليون دولار تصرف سنويا أو العام الماضي صرفت على السلاح والتسلح. هذا أكثر من 80% من الاحتياجات لكل الأمم المتحدة والوكالات المنظمات غير الإنسانية لتلبية احتياجات جميع الأزمات في كل العالم، 80 مرة أكثر. فإذا كان هناك أموال وتمويل كافي لإبقاء ولتغذية الحرب في سوريا، يجب أن يكون هناك تمويل كافي لتلبية احتياجات الناس الأكثر تأثرا بهذه الحرب، والذين خسروا الكثير، خسروا بيوتهم وخسروا أوطانهم وخسروا أبنائهم وخسروا التعليم وخسروا الطعام، وهم يعني فعلا يناضلون لكي يتمكنوا من الحفاظ على
عائلاتهم وأطفالهم. يعني هناك احتياجات على جميع الأصعدة، من الحماية للتعليم للأكل للحصانة. فيجب يمكن أن نتخيل ماذا يحدث بعد 7 سنوات من التهجير. بما أنكم سيدة رولا المفوضية تدق الآن ناقوس الخطر، ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها إلى المجتمع الدولي من أجل ربما الاستمرار في دعم هؤلاء اللاجئين، ولا سيما أننا في شهر رمضان الفضيل؟ يعني نقول نحن ممنونون لكل المساعدات التي قدمت حتى الآن، ولكن بحاجة إلى مزيد من الكرم. وإذا كنا نخاطب الدول العربية والإسلامية نقول أن رمضان هو شهر التعاطف والتضامن والإحساس مع الغير، وهذا شهر يعني في هذه الأيام الأخيرة العشرة، ماذا يمكن أن يكون، هل يمكن أن نتخيل ماذا يكون حال عائلة لاجئة لديها أطفال تركت بيتها منذ 7 سنوات، مدخراتها قد صرفت، سواء كان هناك بعض المدخرات الذين من عائلات أو من أقرباء أيضا نفذت. الأبناء الكثير من السوريين الأطفال لا يذهبون، ويجب أن نتذكر نحن لا نتحدث فقط عن احتياجات آنية، يعني الموضوع ليس موضوع فقط أن يكون هناك طعام على المائدة، ولكن نتحدث عن آثار طويلة الأمد. حين لا يذهب الطفل السوري اليوم إلى المدرسة ولمدة 7 سنوات لا يذهب إلى المدرسة، يمكن أن نتخيل حجم الضياع وحجم الخسارة للسوريين ولسوريا وللمنطقة. شكرا جزيلا لك من عمان، وصلت الفكرة. كنت معنا سيدة رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. شكرا لك.